لكن ده الموضوع الأصلي وأكبر ذنب مال بيت المتبرية ولا شرب الخمر، أكبر ذنب على وجه الأرض بسببه ومن أجله ربنا رسل الرسل من أول رسول نوح عليه السلام. آدم عليه السلام نبي كما قال ابن كثير ورجحه نبي، في زمنه حصل جريمة قتل قابيل، قتل منه هابيل، ربنا ما رسل رسول. لكن لما جاء قوم نوح قبل ما يبعث نوح رسول، لما جاء قوم نوح عبدوا ود وصواع ويغوث الخمسة الصالحين تب عبدوهم، ربنا رسل أول رسول. قبيل في جريمة القتل ربنا ما رسل رسول، كان في نبي، لكن في جريمة الشرك ربنا رسل أول رسول. وقعد كم؟ 1000 سنة إلا 50، 1000 سنة إلا 50 عاما. في شنو؟ في الشرك ده. وقبيل ما رسل رسول، مش القتل هين، ما هين وكبيرة عظيمة من الذنوب، لكن ده الموضوع الأعظم وده الأكبر من جميع الكبائر والذنوب، ده الشرك بالله. يبقى البيج بيقول لك ما تتكلم في الشرك، اتكلم في التبرج، ده بليد ما فاهم، أو فاهم لكن محتال خايف الناس منه، هو داير يركب له بمبر أو مقعد ويركب له عربية بسبب الدين.